مرحبا، كيفكن أصدقائنا الحلوين؟ رجعنا لكم من جديد لنكمل مشوارنا اللي بلشناه معكم بسلسلة الرياضيات. رح كون معكم أنا صديقتكم جمانة، ورح يرافقنا بهالسلسلة أصدقاء جدد هنن أرنوبة النشيطة والفقر الحكيم، ورح تكون معنا كمان صديقتنا هبة لتساعدنا بحل الألغاز. أهلين فيكم أصدقائنا الحلوين، أنا رفيقتكم هبة، رح رافقكم بسلسلة الرياضيات لنحل مع بعض الألغاز ونكتشف كل شيء جديد بعالم الرياضيات. خليكن معنا. كل شيء يولد من الطبيعة ويعود إلى الطبيعة، حتى الأعداد. فما هي الأعداد الطبيعية يا ترى؟ هل توجد بشكل عشوائي أم منظمة ضمن مجموعات؟ نعم، الأعداد الطبيعية هي أعداد غير منتهية، تكون ضمن مجموعات منظمة لها قواعد وأنظمة تحكمها. تعالوا نتعرف إليها، كيف نقرأها وكيف نرتبها. لقد تعلمنا سابقا أن كل عشر واحدات تساوي واحد عشرات، وأيضا أن كل عشر عشرات تساوي واحد مئات، واليوم سوف نتعلم أن كل عشر مئات تساوي واحد آلاف. كل عشر مئات تساوي واحد آلاف. المعلومة الجديدة هي العدد ألف، يتألف من أربع منازل. هيا لنبدأ العد بالآلاف. ألف، ألفان، ثلاثة آلاف، أربعة آلاف، خمسة آلاف، ستة آلاف، سبعة آلاف، ثمانية آلاف، تسعة آلاف، عشرة آلاف. اشترى صديقنا أحمد دراجة ودفع ثمنها هذا المبلغ. هيا نتعلم كيف نمثله في جدول المنازل وكيف نقرأه. سنقوم بتمثيل الآحاد بأربعة مكعبات، والعشرات بعمود واحد، أما المئات ثلاث لوحات، والألوف مكعبان اثنان كبيران. أما في جدول المنازل فبهذا الشكل: أربعة في منزلة الآحاد، وواحد في منزلة العشرات، وثلاثة في منزلة المئات، واثنان في منزلة الألوف. أحسنت يا أرنوبة. حان دوري الآن لأقوم بكتابة العدد بالصيغة التفصيلية: أربعة زائد عشرة زائد ثلاثمائة زائد ألفان. والصيغة اللفظية: ألفان وثلاثمائة وأربعة عشر. سنقوم بتحويل بعض الصيغ اللفظية إلى عددية. لدينا العدد تسعة آلاف ومئتان وستة عشر، كيف نكتبها؟ سنكتبها بهذا الشكل: سنبدأ بالألوف ونضع تسعة، والمئات نكتب اثنان، ثم نكتب العدد ستة عشر. أما هنا ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وخمسون، يكتب بهذا الشكل. انظري يا جمانة، هنا صيغة تفصيلية سأقوم بقراءتها: اثنان زائد صفر زائد صفر زائد ثلاثة آلاف، يصبح العدد ثلاثة آلاف واثنان. أما هنا في هذا العدد، فاسم المنزلة للعدد تسعة هي منزلة الألوف، أما العدد ستة في العدد الثاني فهو يقع في منزلة المئات. لقد تعرفنا إلى الأعداد المؤلفة من أربع منازل. إذا قمنا بإضافة منزلة خامسة فماذا يصبح اسم المنزلة الجديدة يا ترى؟ يصبح اسم المنزلة عشرات الألوف. حسناً، لدينا العدد عشرة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون،
كيف سنقوم بتوزيع منازله؟ على الشكل الآتي: 5 في الآحاد، و3 في العشرات، و4 في المئات، و0 في منزلة آحاد الألوف، و1 في المنزلة الجديدة 10 الألوف. الصيغة التفصيلية للعدد تكتب على الشكل الآتي: 5 زائد 30 زائد 400 زائد 0 زائد 10,000، فيلفظ 10,435. لدينا صعوبة في كتابة الصيغة العددية، هل لا ساعدتنا من فضلك يا هبة؟ بكل تأكيد. 200,216 تكتب بهذا الشكل، أما الصيغة الثانية 13,050 فتكتب بهذا الشكل. شكرا على المساعدة يا هبة. هيا أرنوبتي الجميلة، في العدد 70,421 هل أخبرت أصدقائنا الأطفال ما هو العدد الذي يشغل منزلة 10,000؟ بكل تأكيد، المنزلة 5 هي العدد 7. أنت رائعة. أصبحنا الآن قادرين على ترتيب الأعداد تصاعدياً وتنازلياً. أولاً نقوم بعد المنازل، العدد الذي عدد منازله أكبر هو العدد الأكبر. أما إذا تساوت المنازل نبدأ بمقارنة منزلتي الألوف، وفي حال تساوت الألوف نوازن بين المئات، وإذا تساوت المئات نوازن بين العشرات، وإذا تساوت العشرات نوازن الأحاد، وفي حال تساوت الأحاد يكون العددان متساويان. سأقوم بترتيب الأعداد ترتيبا تصاعديا، سأحاول إيجاد العدد الأصغر، إنه العدد 1,348 لأن ألوفه 1. سأقوم بتمثيل العددين والموازنة بينهما، الألوف والمئات متساوية، سأقوم بموازنة العشرات، نجد 3 أكبر من 2. 2,436 أكبر من 2,424. سأقوم بكتابة عدد أصغر منه 100، سأنظر إلى منزلة المئات وأطرح منها 100، نحصل على العدد 6,735. سأكتب عدداً أكبر 1,000، أنظر إلى منزلة الآلاف وأضيف 1,000، يصبح العدد 7,835. تعلمنا ترتيب الأعداد المؤلفة من 4 منازل، هل يختلف الترتيب بالنسبة للأعداد المؤلفة من 5 منازل؟ لا يا زمانة، قواعد الترتيب واحدة مهما كان عدد المنازل. تعالي سأرتب لك هذه الأعداد ترتيبا تنازليا. هيا بنا. العدد الأكبر من بين هذه الأعداد هو 98,400 أكبر من 80,740، ثم العدد 21,700. سأوازن بين العددين، 10,470 أكبر من 3,470. أما العددان هنا فهما متساويان، نضع إشارة المساواة بينهما. لدي مشكلة صغيرة، ماذا سأفعل؟ سأستعين بالفأر الحكيم في إيجاد العدد السابق والتالي لهذا العدد. مرحبا أيها الفأر الحكيم. أهلا بكم، على الرحب والسعة. أصدقائي الأطفال، سأترككم مع الفأر الحكيم وأعود إليكم بعد قليل. عندما نكتب العدد السابق والتالي يصبح العدد 90,714. أما العدد التالي نضيف 1 إلى منزلة الآحاد يصبح العدد 90,716. لدي هذه الأحجية الرياضية، أنا عدد من 4 منازل، ألوفي أكبر من العدد 5 ب2، مئاتي أصغر من ألوفي ب3، عشراتي 0،
أحادي يساوي مئة. أحادي يساوي مئاتي، فمن أنا؟ هذا سهل جدا، سأبدأ بالألوف، هو العدد سبعة، ثم المئات أربعة، والعشرات صفر، والأحاد يساوي أربعة، يصبح العدد سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة. سأقوم بكتابة الأعداد المحصورة بين العددين 90,700 و90,800 بشرط أن يكون الأحاد مساوياً العشرات. 90,711 90,722 90,733 90,744 90,755 90,766 90,777 90,788 90,799 أصدقائي الأطفال، تعلمنا اليوم كيف نكتب الأعداد الطبيعية من أربع منازل ومن خمس منازل، وكيف نقرأها وكيف نرتبها. تابعوني في الحلقة القادمة لنكمل مشوارنا في عالم الأعداد الطبيعية. سررت بكم أصدقائي، أتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يفيدكم في حياتكم اليومية. دمتم سالمين.